نعم، أركان الإسلام خمسة. الركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد رسول، معناها لا إله أي لا معبود، لا أحد يستحق أن يعبد إلا الله، وكل ما عبد من دون الله فعبادة باطل. يعني تقول أنا أكفر بكل ما يعبد من دون الله وأثبت العبادة لله وحده لا شريك له. İslam'ın törükleri biz deyəndək 5. Ən birincisi, bir Allah'dan başqa heç bir haq məbud yox deyə qulaqlıq biriş və Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'ın elçisi və bəndisi ikəndək qulaqlıq biriş. La ilahe illallah, yəni bir Allah'dan başqa həqiqi ilah yox deyəndən mənisi nimə? O demək, Allah'dan başqa hər bir yalğan ilahlığa sinin kapır boluşun. Həm şundaqla bir Allah dağlağıla ibadet qılışın. Nəm, ilə labud fi la ilahe illallah, hətta yəqum البناء، بناء لا إله إلا الله يقوم على عمودين، على ركنين. تكفر بجميع معبد من دون الله وتثبت العبادة لا أحد لا شريك له. نعم. شما لا إله إلا الله إشكي أساسنا مستقية قرلدو. يعني لا إله إلا الله إشكي أساسنا مستقية قرلدو. أم برنشسي الله تنباشقى هم مناسية الله تنباشقى إبادة قلنواتقان يلغان إله لغا كافر بولد بولماق. إشكينشسي برلا الله تلاغا إبادة قلماق. نعم. لا إله إلا الله لا معبود بحق، يعني كل ما عبد من دون الله عبادة باطل، والمستحق أن يعبد هو الله سبحانه وتعالى. لا إله إلا الله لأنه ما نسي، يعني الله تنبشق حقيقي إله يوق، حقيقي إله يوق تقلمس، يعني الله تنبشق إبادة طلقان هم مابطلا إله لا يلغان إله لا، أما إبادة كلايق بوغان ذات إله، إبادة كلايق بوغان إله فقد برل الله. نعم، تقول أشهد أي أقر بقلبي ناطقا بلساني عاملا بجوارحه. شما سن أشهد قواهلق برمانكي ديگن ده بنا مانسي نيمة بنا مانسي من دلم بلن بنا إشندم تلم بلن بنا إيتم هم شندقلا أزمن أزالرم بلن بنا أمل قلدم ديگن جب. وكذلك نشهد أن محمد عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. Şundaqla biz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haqqında o faqatla Allah'ın bendisi onunla ibadet qılınmaydı. Həm şundaqla Allah'ın elçisi o yalğanğa çıxırılmaydı deyə bu guvahlıq verişimiz kerak. Nuti'an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi kul ma amara bih. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizə qandaq buyruq bəgən bolsa o buyruqqa itaat qılışımız kerak. Wa nusaddiq an Nabi sallallahu aleyhi ve sellem fi kul ma akhbara bih sallallahu aleyhi ve sellem. Həm şundaqla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bizə bəgən cimi xəbərlərə təsdiq qılışımız kerak. واجتناب يعني نجعل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في جانب ونحن في جانب آخر يعني نبتعد عن كل ما نهى عنه. هم شو دخل بيغمر من صلى الله عليه وسلم قنق ناس نمزن توسطن بوسا وناس تنجرق بولمق. وأن لا يعبد الله إلا بما شرع إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا نبتدع في دين الله. هم شو دخل الله تعالى قنق بزق بيغمر من صلى الله عليه وسلم كيوسف كم بوسا عشان دخل إبادة قنق. يعني دمك بس أزمس شو أزمس özümüzcə bir ibadətləri uydurulmamay, fəqatla Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm göstərən yol boyunca ibadət qılışımız kerak.